تفضل. اي والله يا سمو هديات. ايه جيب لك حليب مع الشاي؟ لا قطعك بتفور كافيه. طيب شو وينه شادي؟ عم يفرش اسنانه. طول بالسهره؟ شو القصه؟ ما في بالعاده يتاخر بالسهره لهالوقت. يا سيدي صار له ساعه حايس بده يحكي معك بس ماله مسترجي. خير شو بو؟ ما بعرف بس مبين انه في بتمه حكيمه عم يقول لي. بخصوص شو؟ ما بعرف. يعني متضايق من شيء؟ مثلا حدا زعجه بالمدرسه؟ لا لا ما بتصور، لانه لو كان حدا زعجه بالمدرسه كان حكى من النهار، وشادي مثل ما بتعرف ما بيخبي عني شيء. طيب بسيطه هلا بساله. هو بيني وبينك يمكن انا عرفت طرف الموضوع. شو هو؟ قال يا سيدي بده غرفه ينام فيها لحاله لانه عم يتضايق من بكى اخوه الصغير طول الليل. تصبح على خير. تعال اقول لك بابا، تعال. عاوزك شوي. نعم بابا. بدي احكي معك كم كلمه، تفضل عندي شوي. ايه شادي؟ انت بدك تقلي شيء قبل ما تنام؟ عندك وقت تسمعني ولا بدك تقرا كتابك؟ لا ولا يهمك، عندي وقت، احكي اللي بدك اياه، عم بسمعك. بابا انا كبير ولا صغير؟ آه شوف اذا بدك تحلق دقنك مثلي فلساتك صغير، واذا بدك ترضع حليب بالبيبروني فانت كبير. ليش هيك عم تحكي معه مأمون؟ خجلته لشادي. طب ما بدي اعرف شو بيقصد بالصغير والكبير؟ على كل حال هات لشوف يا شادي، شو طلبك انت بابا؟ بصراحة بابا أنا عم بتضايق منه يا أخي فادي. ليش بقى؟ أنت عم تنام بتخت وهو بتخت، شو يلي مضايقك؟ صحيح بس فادي بيبكي كتير فيقني بالليل. صحيح الحق معك، بظاهر نومه خفيف أنت. طيب غير البكي تبع فادي في شي مضايقك كمان؟ إيه. شو هو؟ بخاف تزعل ماما. لا تقبرني أحكي، ما بزعل. حلفي بالله. بدون حلفان، احكي حبيبي ما بزعل. ليش الشغلة متعلقة بأمك؟ مو متعلقة بأمي، متعلقة بماكينة الخياطة تبعها. خير، شبه ماكينة خياطتي؟ صوت قوي كتير، وانت ما بيحلال تخيطي عليها إلا ما بكون نايم. الحق معه يا بارعة، الحق معه، يعني واحد نايم وعم يدوي فوق راسه موتور مكنة خياطة، فعلا شغلة مزعجة. بقى الله يرضى عليكي، هي عم فهمك ها، بتنقلي ماكينة خياطتك بكرة لغير أوضة، فهماني شو عم قلك؟ هذا شادي عزيز علي كتير وما بيهون علي ابدا ينزعج. اما بالنسبه لفادي فاعملي جهدك ما يبكي ابدا. منيح؟ عجبك هيك بابا؟ شو بابا؟ شايفك كانك مالك مبسوط بهالحل. قول ماما، اذا في شيء بدك تقوله قول، لا تستحي. بابا كل رفقاتي اللي بعمري عندن اوضه لحالهم الا انا. ها هلا فهمت عليك. يعني بدك اوضه لحالك؟ ليش لا؟ ما صرت كبير انا؟ بلا بابا انت كبير. بعدين الاوضه اللي عنام فيها كلها اغراض، وفيها خزاين وطاولات واللفايه، لما بدك تنام عنا بتنام عندي فيها. يا ماما ما فتحت لي الموضوع هداك اليوم واقتنعت؟ اي صحيح بس ما عم برتاح. تكرم عينك. هلا انت قوم نام بابا وان شاء الله ما بصير لك الخير. قوم نام بابا قوم. بس مو تضحكوا علي. لا حبيبي لا تخاف، طالما أبوك وعدك أكيد رح يوفي بوعده. طيب بدي أسألك يا شادي، منين بدنا ندبر أوضة تنام فيها؟ يعني بتعرف أنت بيتنا صغير وما في أوض زيادة. نام بالأوضة اللي فوق. إيه بس هالأوضة فيها كراكيب كتيرة. إيه بسيطة، شو هالشغلة؟ بيعوا الكراكيب. تكرم عينك. قوم حبيبي قوم هلأ نام بتختك وبكرة منلاقي لك حل. تصبح على خير. وأنت من أهله بابا؟ إجي غطيك حبيبي؟ لا لا بتغطى لحالي. شايف ما أخبسه؟ صار له شهرين عم يزن بإذني حتى أفتح الموضوع قدامه. بس والله لساته صغير، شلون بدي أحطه بالأوضة لحاله فوق؟ يا سيدي ما فيها خسارة منجرب. طيب والكراكيب وين بدي روح فيها؟ ولا يهمك برفعها على سقيفة، وإلك علي افرش له إياها وساوي له إياها أحلى أوضة. والله بيضحك الشادي، يعني بده يعمل حاله رجال بهالزور. بر قلبي معنا. مثل ما عم أقول لك يا وداد، أبوه ما عم يرضى. ليش لحتى ما يرضى؟ يعني إذا الولد حابب ينفصل بغرفة لحاله، أنتوا ليش لحتى تعاندوا؟ ما بعرف، أبوه له رأي تاني. حاجة بقى، بلا رأي تاني بلا تالت. إذا انفصل الولد بغرفة لحاله، بصير يعتمد على نفسه، وبتقوى شخصيته، وبيشعر بأهميته. صدقيني يا بارعة، ابني لؤي من وقت ما ولد لحتى صار عمره هالعمر، عايش بغرفته اللي خصصنا له إياها. وقديش صار عمره هلا؟ فات بال21.
لا انت شوفي غرفته ما احلاها، الله وكيلك من وقت ما كان قد ابنك شادي كان يضب تخته لحاله ويمسح الغبره ويليف البلور وما حدا علمه. هيك هو لحاله بيحب النظافه والترتيب وبجن جنانه اذا حدا فات لاوضته ولعب له بغراضه. بجوز انتو فصلتوه عن البنات لانه عندك بنتين صبايا الله يسلم لك اياهم. ليك والتانية على هالحكي، يعني معقولة نفصله عن البنات وهو لساته باللفلوفة؟ بعدين تعي زورينا انتي مرة وفوتي لأوضته. اي والله والله روايح النظافة ومعطر الجو يلي بيرشه بالأوضة بتفتح النفس، وأبوه ذات نفسه ما بيحلاله نومت بعد الظهر إلا بغرفة لؤي. ما بعرف يا وداد، كل واحد إله رأي وإله عقل. ولك ماما ليش انت عنيد؟ ما بعرف. مالي عنيد، بس ليش عم تضحكوا علي؟ هلا نحن عم نضحك عليك؟ طبعا، لانه كل يوم بتقولوا لي اننا نخصص لغرفة لحالك، ما كنتوا تشوفوا بعضكم. شادي، حساب انت فهيم شو صار لك؟ عود ماما عود. ماما حبيبي، انت لساتك صغير، صغير كتير. ايه ابوك يلي هو ابوك، عاش وتجوز وما حلم مجرد حلم انه يكون له غرفة لحاله، حتى لما تجوز انا عم نام معه بنفس الأوضة. ولي وليش عم تضايقي؟ هلا انا اللي عم ضايقه؟ طيب ماشي الحال، يلا قوم نام هلا، قوم حبيبي، تصبح على خير. تصبحي على خير. مساء الخير بابا. مساء الخيرات. شو رايح تنام؟ طيب معلش. مساء الخير. مساء الخير. قبل ما ينام بدي ورجيه على شغله مهمه كثير، تسمح لي؟ هات ايدك لشوف. تعال حامل شو. ايه شادي غمض عيونك هلا، فتح عيونك. وين هالغرفة بابا؟ اكيد مو الي. عجبتك الغرفة شادي؟ يا الله ما احلاها، ما انا مصدق عيوني. هي من اليوم ورايح غرفتك المستقلة، شو رأيك بابا؟ صحيح بابا. شو رأيك بهالتخت شادي؟ ايه حلو كتير كتير كتير. يا ترى هذا ذوقك ولا ذوق بابا؟ لا هذا ذوق بابا، بس انا اشتريت لك كل هالالعاب. يا الله ما احلى هالسعدان، منظره بضحك. شوف بابا مو حلو؟ فعلا حلو كتير كتير. وشوف بابا، شوف هالخزانة، هي حطينا لك كل اواعيك وكراكيبك فيها. هالفطبول الي كمان بابا؟ كل شي بهالأوضة إلك. يلا حبيبي روح بوس إيد بابا وقول له الله يخلي لنا إياك. شكرا بابا، شكرا الله يخلي لنا إياك. تسلم يا حبيب قلبي، تسلم يا شادي، أنت بتستاهل. ليش بيستاهل شادي؟ لأنه أولا مجتهد وحباب وبيسمع كلمة أمه، ولهالسبب ما في شي بيغل عليك. أمتى بدي نام بأوضتي؟ هلا اعتبارا من هالليلة، شو رأيك؟ ايه ما عندي مانع، موافق. طيب نحن هلا رح نقول لك تصبح على خير. متعشي انت؟ ايه متعشي وعين الله حوله، وقبل ما تجي انت بشوي كان فايت ينام. عظيم، لكن هلا اتسطح حتى اقول لك تصبح على خير، وبكره بتقول لي انطباعك عن نومتك بهالاوضه، ماشي؟ ماشي. يلا حبيبي. تصبح على خير حبيبي. تصبح على خير. انتو من اهله. تصبح على خير، باي. شفت قديش فرح شادي؟ يقمر قلبي، يعني كأنه ملك العالم بهالأوضة. فعلا، وأكيد بكرة رح ينشر الخبر بين رفقاته كلياتهم. تعرف، بس بلشت استوحش له من هلا، مالي متعودة إنه ينام بعيد عني. طيب مو هيك بده؟ نحن لبينا طلبه. Thank you.
ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور سو سو، شاف القطة قال لها بس بس قالت لو نو نو. صباح خير. صباح الخيرات. تشرب قهوة؟ ايه ما في مانع. على عيني وراسي، بس لروح اطمن على شادي بالاول. صباح الخير. صباح الخيرات. اللي تقبرني، ان شاء الله انبسطت من نومي بأوضتك. ايه ماما انبسطت كثير. حدا زعجك؟ حدا بكي بالليل؟ لا. عظيم جدا، ألف مبروك عليك، هات وزير شوف. روح حبيبي هلا، غسل وشك على بين ماما ما تجهز لنا الفطور، إيه؟ إيه من عيوني التنتين، تعال يلا حبيبي. يلا ماما. صباح خيرات شادي. صباح الخير. ايه قلي يا شادي، ان شاء الله ارتحت بالنومه؟ ايه بابا ارتحت كثير. عظيم جدا. ها صباح الخير حبيبي. صباح الخير. شو مبين اليوم فايق بكير؟ ايه ماما بدي اتفرج على الافلام كرتون بالام بي سي. قوم حبيبي غسل وشك وفرش اسنانك، تعال. تفضل بابا اطلع لشوف. ايوه
قطع يا عريس. يلا عم تبرد شي بالليل؟ لا بابا ما في برد. عظيم جدا. بابا انا عندي سؤال بدي اسالك اياه، بس بدي منك تجاوبني بصراحه، بتوعدني؟ ايه بابا بوعدك. ليش ما عم تنام باوضتك؟ جاوبني بابا، انت دائما بتحكي الصدق. كنت امبارح عم بتفرج على التلفزيون بالصالون قمت نمت. ما اقتنعت؟ بالظاهر عم تخاف لحالك مو هيك؟ لا بابا ما بخاف. بابا شي طبيعي الانسان يخاف. انا مثلا كنت خاف وانا صغير. انت كنت تخاف؟ ايه. من شو؟ يعني مثلا جدي كان دائما يحكي لي حكايات عن الفضاء والكواكب والغابات والحيوانات والاعاصير والبرق والرعد. بس ما في شي بيخوف بالحكايات. صحيح، بس انا كنت خاف من جدي لانه مركب طقم اسنانه وبيحكي هيك. قامي مكاني قديم الزمان. بقى بابا مثل ما لك شايف، ما في شي بيخلي الانسان يخاف، خاصة اذا فكر الانسان بالاشياء الحلوة. بايش بدي فكر يعني؟ فكر مثلا انك رايح رحلة مع رفقاتك وعم تلعبوا بالبستان، والبستان كله حشيش وعشب اخضر، وانتوا عم تركضوا وتقلبوا تقالات او عم تلعبوا طميمة وتتخبوا ورا الشجر. طيب احيانا بيجي لنا ما بنام مع انه بكون نعسان. بجوز يصير معك هالشي وتقلق، ولما بتحس حالك قلقان غمض عيونك وتخيل حالك راعي خواريف بيض وعم تعدن لهالخواريف البيض الكتيرة، وشوي شوي بتلاقي حالك نمت. طيب بابا بدي اسألك، الفراشة بتخوف؟ بالعكس، الفراشات كتير حلوين. الفراشة مخلوقة كتير لطيفة بابا. والجرادة؟ ما بتخوف، بجوز تنقز بس ما بتخوف. على كل حال بابا نام هلا، وانا هالليلة رح نام عندك. صحيح بابا؟ ولو، كم شادي عندي انا. يلا تصبح على خير بابا. انت من اهله. اسعدني، بدي نام جنبك، اسمح لي؟ يا الله، يا سلام على هالتخت، شو مريح. كان يا مكان يا قديم يا زمان، كان في دب ابيض. مثل ما عم قلك يا ابو الوليد، ايه وقال هالمره رح تكون الحمله شامله وما رح ترحم حدا. بقى اسمع مني ولا تخلي شي باسمك بيكون افضل. والله انا هيك عملت. ايه طبعا يا اخي، لانه بكره جماعه التفتيش بيفكروا كل هالاملاك من الرشاوي لا سمح الله. ايه لك طيب طيب ماشي الحال، بس وينك؟ خبرني شو بيصير معك اول باول. الله معك يا سيدي، مع السلامه. يا عبير دخلي الانسة ياسمين بسرعة. مرحبا استاذ منير. اهلا وسهلا ومرحبا انسة ياسمين. يا اهلا وسهلا مرحبا. اهلين وسهلين، تفضلي شرفي. يا اهلين وسهلين، شلون الصحة شلون الاخبار؟ الحمد لله بخير. ايه وينك ما عاد تبينتي؟ هذا وشك ولا ضو القمر؟ وشي طبعا. بحق لك يا عمي، والله بحق لك. وين ما عاد طليتي علينا يا حلوة؟ شو زعلانة منا شي؟ بصراحة أنا قبل 10 دقايق ما كنت زعلانة بنوب، بالعكس كنت جاي أعزمك على عيد ميلادي كمان، بس لما عرفت إنه قرار البعثة طلع وإنه الأستاذ فاروق هو اللي أخذ البعثة زعلت كتير. لا لا سلامتك، ما عاش الزعل يا هاني زي ياسمين. طيب ليش هيك عملت أستاذ منير؟ شو نسيت السنة الماضية لما وعدتني إنه البعثة الجاي رح تكون من نصيبي؟ مزبوط،
بس هالمرة اختلفت الأمور شوي، اختلفت تماما. شلون يعني اختلفت؟ يعني يلي بقصده إنه طبيعة الباسة بتتطلب واحد مثل الأستاذ فاروق بخبرته الطويلة والدورات التدريبية اللي عاملها إلك. يعني هلأ الخبرات والدورات التدريبية صارت أهم مني؟ الله يسامحك يا أستاذ منير. لا أنا هيك صرت كتير زعلاني، يعني شو كان بيصير لو إنه البعثة طلعت من نصيبي؟ كنا عملنا حفلة عيد ميلادي وحفلة الوداع بنفس الوقت. بس يا آنسة ياسمين، يعني في بس شو أستاذ منير؟ لا تخليني أزعل منك. بعدين أنت بيهون عليك تجي على عيد ميلادي وتلاقيني زعلانة منك؟ لا لا أكيد ما بيهون. بعدين أنا واثقة إنه قلبك الطيب ما رح يخليك تتركني للبعثة الجاي، مزبوط؟ الله يسامحك يا آنسة ياسمين، يعني ضروري تفوتي فيني من باب القلب وباب الزعل انت التانية؟ يعني ما بتعرفي انه قلبي الطيب ما بيقدر يرد طلب وحدة حلوة وكربوجة وناعمة وانيقة مثلك؟ يعني شو بفهم من كلامك؟ خلاص 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 ولا يهمك، انت روحي هلا وانا رح خليهم يغيروا قرار البعثة ولا يهمك. ما رح انسالك هالمعروف طول عمري يا استاذ منير. بدك شي؟ خاطرك وين وين؟ شو خاطرك؟ لسه ما ضيفناك شيء. مو مشكله، ملحوقه مره تانية. بدي روح اشتري شويه شوكولاته مشان حلي الصبايا بالمناسبه. لا تنسى تجي يوم السبت على الحفله، عم بستناك. لا بجي بجي بجي، اكيد رح اجي، انا اللي بجي، محلاني وما اجي والله. الله معك، مع السلامه. الو، اعطيني الاستاذ حسام بقسم البعثات. ألو مرحبا أستاذ حسام، بخصوص البعثة اللي كانت باسم الأستاذ فاروق، يا ريت تغيرها وتساويها باسم الآنسة ياسمين حن الحديد. على عيني أستاذ، بس شو السبب يا ترى؟ يعني في أي ملاحظات أو تحفظات عن الأستاذ فاروق؟ لا لا ما في شيء عليه أبدا، بس هلأ كانت عندي الآنسة ياسمين حن الحديد وتناقشنا طويلا بأمور البعثة، فوجدت نفسي مقتنع بوجهة نظرها. شلون لا تسألني؟ أنا نفسي ما بعرف. أخصمك آه أسيبك لا، وجوه الروح هتفضل حبيبي لنا. حبايبي المستمعين، منحييكم من جديد من إذاعة صوت الدلع يلي بتبس 24 على 24، وبعد ما سمعنا الغنية اللي بتعقد منكمل استقبال هواتفكم. ألو؟ مساء الخير. اهلا اهلا، مين معي؟ معك حسن من حمص، شلونك جوني؟ ماشي الحال، نشكر الله. الحقيقه انا حبيت مسي عليكم وقلكم اني دائما بسمع اذاعتكم صوت الدلع وبحبها كثير، لانها من الاذاعات اللي انا كثير. حسن شو بتحب تسمع؟ حاب اسمع غنيه يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم لسميره سعيد. يا حسن انا كثير بعتذر منك، اسف لانه الغنيه مرقت معنا بالبرنامج امبارح، فيا ريت تطلب غنيه ثانيه مشان ما يصير في تكرار بالاغاني، يعني بتعرف محطتنا دائما متجدده. طيب بطلب اغنيه على ذوقك وبهديها للاهل والاقارب ولسعيد و... يا ريت تختصر حبيبي حسن، لانه بتعرف مشان نستقبل عنا هواتف كتير، بتعرف انت. ولجميع الزملاء ولسلوى ولمها ومر. الو حسن، الظاهر انقطع معنا الاتصال، نحن كتير بنعتذر منك يا حسن، وحاول ترجع تحكي معنا مره تانية، ظهر معنا اتصال جديد. الو، بونسوار جوني. اهلا اهلا بونسوار، مين معي؟ معك شروق من حرف. شو هالاسم الحلو هاد يا شروق؟ خبرينا يا شروق، انت ومين قاعده هلا؟ لحالي وضايق اخلاقي كثير. يا حرام، بتحبي اجي سليكي؟ يا ريت. طيب يا شروق هلا شو قاعده عم تعملي؟ حاطه الارجيله وعم بتسمع على برنامجك المهضوم. تسلميلي يا رب، كلك ذوق، اساسا ما في احلى من الارجيله. طيب شو نوع المعسل يلي بتفضلي؟ انا بحب المعسل على ستروبوري او الورد. شيء اكيد، لانه الورد ما بحب غير الورد. شو حابه تسمعي؟ اخصمك لنانسي عجرم. يا شروق يا حياتي، انا بعتذر منك كثير لانه من 5 دقائق حطينا الغنيه، فيا ريت تطلبي واحده ثانيه. لا جوني بليز، ما تزعلني منك، كثير حابه اسمع هالغنيه، بليز ما تخجلني. معقول يخجلك؟ خلص ولا يهمك، بعد البرنامج انا رح احط لك الغنيه واهديك اياها، واذا بتحبي تعملي اهداء لمين ما بدك اهلا وسهلا فيكي. وجه تحياتي لك جوني وللماما وللبابا ولكل جيراني ولرفقاتي، وكمان بسلم على سامر وعلى لينا
وعلى محمود وعلى احمد وعلى زافيل، وبقول له لزافيل وينك يا هراب امبارح، وينك يا خاين؟ إيه وكمان سلم لي على رنا، إيه وعلى محدين وعلى هالة وعلى نورما. ما تواخذني دخيل عينك لأنه أنا يمكن كتير حكيت معك أخذت من وقتك، ما هي؟ شو طولتي يا شروق، خدي راحتك، إذا بتحبي تهدي كمان أهلا وسهلا بكل مستمعينا. إيه تذكرت، بوجه تحياتي لغسان ولمدحت ولسيف الدين ولزهير ولكل رفقاتي ولكل اللي بيحبوني، وخاصة إلك جوني. مرسي على اتصالك يا شروق، وان شاء الله بتكون كل ايامك مثل اسمك. معنا اتصال جديد. ايوه أهلي. أنا مندوب شركة الشعر الحرير اللي شعارنا وداعاً للصلع وأهلاً بالشعر الطبيعي. أستاذ معي كريم ساحر بيقدر يرجع لك شعرك خلال أقل من شهر. أستاذ معي أزرق أبيض أصفر، تفضل أستاذ. هلأ فيقتني من النوم مشان تلعي لي قلبي؟ العمى ضربك، لسه ما لحقت لك أهلين كنت قاري لي جريدة. ما بيلزمني أخي، ما بيلزمني بلا ما يهروا هالكم شعرة اللي صفيانين برأسي. ولو يا استاذ، انت اكثر واحد تقدر تستفيد من هذا العرض، بعدين بنصحك تلحق حالك، هلا الشركه عامله عرض بنص القيمه استاذ. امنت بالله على هالنهار، ولك حبيبي حل عني عم اقول لك، العمى شو انك دبقه وقليل ذوق، العمى استاذ. شو والله اللي امسح فيه درجه بنايه وشرشح وشرشح حما. بونسوار مسيو، آسفين يمكن فيقناك من النوم؟ لا لا ولا يهمك، مو مشكلة، أنا أصلاً كنت فايق من الأول بس كنت عم صحصح يعني، بس ولا يهمكن هلأ صحصحت تمام مشي الحال. نحن مندوبات من شركة رحام صحتك ومعنا أعشاب الإقلاع عن التدخين، والأعشاب مثل السحر، يعني بأسبوع واحد بتكون تارك الدخان إن شاء الله. سوري بس نحن ما سألناك حضرتك بتدخن؟ لا والله انا اسف اقول لك اني انا ما بدخن بنوم. لا تاخذنا، اخذنا من وقتك، نحن اسفين. طولوا بالكم طولوا بالكم، ليش مستعجلين؟ خير مسيو في شيء؟ هو بالحقيقه انا احيانا يعني بدي اقول لكم اني بنفخ تنفيخ وخايف بكره تتطور حالتي وصير مدمن، بقى تفضلوا لجوا مشان تشرحوا لي طريقه الاستعمال. الله يسامحكم، يعني لو اجيتوا من 4-5 سنين كنتوا لحقتوا الوالد الله يرحمه قبل ما يموت بسرطان الرئه، لانه كان يدخن كثير هو. يمكن كان كتب له الشفاء على يدكم. تفضلوا حبيباتي تفضلوا، اهلا وسهلا فيكم، شرفوا تفضلوا. ليش هيك الركاب كلها متطلع فيني؟ قوموا قعدوا محلي يعني؟ وليش لحتى ما حدا يقوم غيري؟ بس محلي كلهم اكبر مني وانا اقرب واحد لمكانه. يا سيدي هو اذا كان رجال كبير يعني، وانا كمان عم بشتغل طول النهار وتعبان، بعدين ما حدا قال له يطلعوا الميكرو مليان ميكرويات مثل التراب. عم على الناس. على مهلك ابني، بدي انزل على اليمين اذا بتريد. طول بالك شوي عمي. شو صار لك حجي؟ هلا بنوصل على الموقف وبتنزل. يا عمي كله بده يخالف؟ ما حدا بده يتقيد بالمواقف النظاميه؟ نزلني هون ابني، لا تبعد علي المشوار الله يخليك. تفضلي يا انيسه، تفضلي تفضلي، تعي محلي تفضلي. لا شكر على واجب، اهلا وسهلا فيكي. تعبتي عشا او ما عشا او شو، ما رح تلاقي لا ميكرويات ولا هو بيحصل. بعدين هذا وقت الرش اول.
الفيلم تبع جاكي شان. ايه ارجيني اقتصاد سياسي. معناتها بدك تفسح حقوق حضرتك. انا بدي انا وسناء معناتها طلعنا اصحاب. عفوا قصدي مو اصحاب، زملاء. امانه الله شو بتحتاجي نوطات ما نوطات، دروس خصوصي كتب ما كتب، انا تحت امرك. شكرا شكرا. ليه؟ نزلني على اليمين لو سمحت. لحظه شوي يا اختي، رح نوصل على المول. نزلني على اليمين. مالك سامع؟ سياسي. ايه ما قلتي لي شو اللي جذبك الي لحتى رضيتي تحكي معي على التليفون بدون ما تعرفيني؟ صوتي مو هيك؟ هو على فكره كل الناس بيقولوا لي كثير صوتي حلو على التليفون. شو هالحكي؟ مو صوتي؟ لكن شو اللي عجبك؟ لباقتي بالحديث؟ بسرعة يا أخ إذا بتريد، صار لي ساعة عم بنتظرك على التليفون. طيب طيب شبك مستعجل؟ ما خربت الدنيا يعني؟ ولك مرتي ولدي، بدي اتصل على حمص لأطمن شو جابت. إيش بدها تجيب يعني؟ يا صبي يا بنت، مبينة واضحة القصة. يا حبيبي، لكن قلتي لي لباقتي بالحديث هي اللي عجبتك؟ بالله يحكي عن جد، يعني ما يعني لأنه جد، لأنه بصراحة شفت بالمنام إنه مباري فتحنا بطيخة عم طلعت حمرة مثل الدم. ولك حبيبي عم قلك مستعجل كتير، خلصتي بقى. لك يلا يلا لحظة. لا لا ما في شي، لا مو ليك الحكي. في واحد ملهوج عم يضايقني. ايه شو كنا عم نحكي؟ معك حق. طيب انت مين بتحبي من المطربين؟ رداح السواح؟ شو هالحكي؟ لا هو صحيح انا ما بحبه يعني، بس كرمال صوتك الحلو رح صير حبه. ومين بتحبي من المطربات؟ لك حبيبي خلصنا، الله يرضى عليك، لك افتصت من الشوب. يا ستي انا بحب نانسي عجرم ورويدة عطية وسوزان تميم بعد ما نفضت حالها. ولك يا روحي. وبحب مايا نصري. وبحب. ولك خلصني يا حباب. وبحب كمان ملحم. ولك يا اخونا، لك ببوس ايدك، مضطر بدي احكي. لك حبيبي منين طلعت اللي انت منين طلعت منين؟ لك صرنا شهر عم نظبط بالمخلوق، وقت اللي زبطه جاي بدك تنزل علي. لك حبيبي هي كابينة، وإذا معطل التليفون روح وليك في كابينة. العمى شو هالناس هي؟ فعلا ما عاد حدا استحى. إيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه حبيبي، إيه عن شو كنا عم نحكي؟ إيه عن الرقاصات. يا ستي أنا بحب من الرقاصات هي اللي نافخة صدرة. لك إيه هي الشقرة اللي بتلبس. لحظة 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 لحظة، بدك تحكي؟ مو مشكلة، ماني مستعجلة. لا لا شو مالك مستعجلة؟ معقول يعني خليك توقفي لحظة؟ إيه بعدين بحكي بعدين. لا لا بس صار في عندي صوت وصورة ديجيتال. يلا باي. تفضل تفضل تفضل. بس هيك أنت ما بتكون قطعت حديثك؟ مو مشكلة مو مشكلة بنوب، ولو خلص احكي أنت، احكي خدي راحتك. هلا بس تخلصي بنروح سوا. يعني قصدي هلا بروح انا بحكي من هذاك التليفون، في تليفون هنيك فاضي. احكي احكي خلص كانه انا اللي عم بحكي. مرحبا استاذ. اهلين هي سمين، طمني شو الاخبار؟ ان شاء الله تمام. كله تمام، بس كنت حابب اخذ رايك بنص الاعلان لنشره ان شاء الله وظيفه الرد على الهاتف. اي طيب اقرا لي. حاضر استاذ. مطلوب موظفين وموظفات. وقف وقف، مين قالك تكتب موظفين؟ شو صاير لك استاذ سمير؟ شو نسيت انه هالوظيفه هي عباره عن شرح هالهاتف لمميزات المنتج اللي عم يشوفوه الناس على التلفزيون؟ لا ما نسي. إيه لكن شلون بتكتب موظفين؟ الزبون وقت اللي بيتصل ليستفسر عن المنتج ويسمع صوت حلو وحنون بيغير كل توجهاته واحواله. بيكون متصل ليسال ما بيلاقي حاله غير طلب القطعه ووصلته على البيت بدون ما يحس. بقى شو بنا سمير؟ شو اول مره بتشتغل حضرتك بالتسويق؟ حاضر استاذ، هلا بعدل الاعلان. بس في كمان مشان مشرفي الاجنحه بمعرض الكتاب، بتحب تضيف شيء على الاعلان غير موضوع اتقان عده لغات؟ لا ما في شيء، بس لا تنسى تكتب مطلوب موظفات فقط. واثناء المقابلات اذا لقيت البنت حلوه وحركه يعني ما في داعي ندقق كثير على شغله اللغه، لانه مثل ما بتعرف الجمال لغه عالميه، والعالم عنا بس يشوفوا بنت حلوة بالجناح بدهم يفوتوا عليه أكيد لحتى ياخذوا ويعطوا معها بقصة الكتب. وأكيد كل واحد منهم رح يشتري له شي كتاب حتى لو ما كان لازمه. ليش؟ لحتى يظهر قدامه بمظهر المثقف. ولا تنسى تقصر اللباس، قصدي توحد اللباس. وإذا لقيت في مجال تحط بكل جناح أكتر من بنت كربوجة وحلوة لا تقصر. حاضر أستاذ، بتريد شي تاني؟ لا لا بس بدي اياك تشد لي الهمه. تفضل.
الله وكيلك يا ابو حميد الشغل عدل. من وقت ما فتح هذا المحل اللي بعدي والحاله من سيئة لأسوأ. انا انبلى عندي بضاعه قد اللي عنده باربع مرات. اصلا هو ما بيفهم شيء بهالمصلحه. ما هو بالاصل كان بياع مازوت، صار معه شويه مصاري قام فتح محل موبايلات سيديات. ايه لانه هي الشغله صارت شغله الكل ببلدنا. يعني لو كان هو قاعد بالمحل ما كان في مشكله بنوب، بس هو حاطط بنت بداله. لك الله لا يوفقها قديش حلوه. بقى زبون وقت عم بفوت ويشوفها عم يشتري سواء لقى طلبه ولا ما لقى. ايه اما انا عم بيصير فيني نفس الشيء بس بالعكس. يعني بتفوت زبونه لعندي بتضل تسبل لي بعيونها وتتغمى لي وتبتسم لي لحتى تاخذ القطعه بنص حقها. والله يا ابو حميد عم فكر من هون لاخر الشهر اذا ما تحسنت الاحوال رح جيب بنت احلى من يلي عنده وحطها بالمحل واطلع انا افتح لي شي بسطه فلافي. لك ايه بسطه فلافي؟ علما قال لي الصبايا ما فاتوا على المصلحه. لك شو بدنا نساوي؟ بدنا نعيش. مسافر جوزك على إيطاليا؟ يعني أمي إذا ما صار في تأجيل الأحد الجاي. أيوة وبده يضل كتير هنيك؟ مش شغلة 15 يوم. لك أمي شلون بتأمني تبعتيه لحاله؟ إيه والله هالأيام الرجال صار بيخاف عليهم أكتر من النسوان. قولتك بس شو بدي أعمل يعني؟ لك أمي فهميني بقى، بدي ضل علمك؟ لازم تضلي تنقي على راسه ليل نهار لحتى ياخدك معه، هيك إلك يعني؟ ماما صدقيني إذا بنق فوق راسه سنة بحالها ما رح يمشي الحال. وليش لحتى ما يمشي الحال؟ لانه راضي رايح دوره تدريبيه على حساب الشركه، مو رايح سياحه وشم هوا، يعني كيف بده ياخذني معه؟ طيب وهي الدوره ما بياخذ عليها قرشين نضاف؟ بلا بده يطلع له منها حوالي شي 100,000 ليره. عظيم كثير، خليه يحط هال 100,000 تكاليف سفرتك وياخذك معه، شو بصير يعني؟ تخرب الدنيا؟ لا ايوه، هي ال 100,000 ليره بدنا نوفي فيها ديوننا، مو بدنا نعمل فيها سياحه. بتضلي غشيمه وعلى نياتك طول عمرك. في وحدة عاقلة بتقبل انه جوزها يتركها 15 يوم ويقعد لحاله وين؟ بإيطاليا. ماما بالنسبة لراضي انا مأمنت له كتير وبثق فيه، بعدين مثل ما بتعرفي راضي قلبه أبيض وهيك نقي مثل حبات المطر. وفي شغلة تانية لازم تعرفيها، راضي مستحيل يحب وحدة تانية غيري حتى لو كانت ملكة جمال إيطاليا. ايه حاجتك بقى حاجة، ايه والله لو بصح انه لفاية من السنغال ما بيوفرها. اسمعوا على الحكي، أنا مأمنة بالرجال مثل المية بالغربال. أنا هدا. شو حبيبي؟ وينك؟ ليكني هون. شوفي 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 شو صار بالمصان، مثل ما ماسح فر شكل. يبعت لي حمى إن شاء الله، حلت عليهن بلوستي ما. الله يصلحك يا ناهدة، ليش حطيت بلوستك مع قمصاني بالغسالة فرد وجبة؟ شوفي شوفي لك شوفي مرت عمي شايفة؟ تقبرني ولا ما توقعت تحل وحياة الله. ولك حبيبتي قماش وطني هاد، شو ما توقعت تحل وطني. طيب خلص حبيبي بسيطة، سامحني هالمرة أنا آسفة. ماشي الحال مو مشكلة، بس كنت ناوي آخذ معي هالقمصان على إيطاليا، شو بدي أعمل هلا؟ وليش كنت ناوي تاخذ كل هالقمصان على إيطاليا؟ كلهم ست قمصان، استكترتيهم علي مرت عمي. إيه حاجتك بقى، قميصين ثلاثة بيكفيك، شو رايح تعمل عرض أزياء؟ ما بيقدوا مرت عمي، صدقيني ما بيقدوا، لأنه أنا هنيك ما راح أفضى أغسل وأكوي و يعني بتعرفي، أصلاً مو واردة هالشغلة، ومشان هيك حسبت حسابي بكم قميص زيادة. صحيح، الحق معك، أكيد ما راح تفضى تغسل وتكوي. معقولة واحد رايح على إيطاليا يقضي وقته بالغسيل والكوي؟ والعمل هلا؟ شو بدي ألبس هنيك؟ خلص حبيبي خلص، شبعنا محلولة من وصلتك لهنيك، اشتري لك كم قميص وصلى الله وبارك. خطر ببالي هيك شيء، مو إنه ما خطر، بس هنيك يا ناهدة القمصان غالية وأنا مالي ناوي أتبحتر بهالسفرة، بدي ضب إيدي شوي حتى وفر وفي دولاتي. أصبح خلص، اشتري من هون قميصين ثلاثة ودبر راسك فيهم، ليش كل اللعي اللي بلا طعمة؟ ماشي الحال، وهالقمصان هدول شو بدنا نعمل فيهم؟ لكن حشم من ايدك بقى، انا بعطيهم للناطور ابو حسان. طيب وهي اللي حشناهم؟ هلا اقعد واشرب قهوه، شبك حايس ولايس؟ مالي حايس ولايس، روح اقعد هنيك. تفضل سهري. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك شو هاد؟ شو هاد مرت عمي؟ تبعت لي حمى، تسلق بدني على العملة. مو بدنك اللي سلق،
بدني اللي سلق لانه مثل النار القهوة. ان شاء الله لا تواخذني صهري، انا اسفه كثير، ان شاء الله لا تواخذني. امنتك الله على هالنهار. لك هي البيجامة يلي كنت بدي اخذها معي لايطاليا، هي بالذات. استغفرني معلش، قوم قوم انقع بالمي قبل ما تذبح القهوة، قوم قوم. لا حول ولا قوة الا بالله، وجاءنا عزيز كتابكم في احلك الاوقات. بعت لي حلمة ان شاء الله. والله يا ناهدة قلبت قد كمشي على العملة اللي عملتها مع جوزك، لي على قامتي إن شاء الله، شو بده يبربر علي هلا؟ يلا أمي مو مشكلة، بسيطة بسيطة، شو صار يعني؟ قلتك بيكون زعل مني ما هيك؟ لا أمي لا أبداً، ما بيزعل، بعدين راضي قلبه أبيض كتير مثل النفجة. إذا كان هيك منيح، طمنتيني، حاكم الرجال ما بيصدق إمتى يمسك ممسك على الحماية. ناهدة أنا رايح، بدك شي عيني؟ لا حبيب قلبي سلامتك مهونة يا رب. الله يسلمك خاطري. مع السلامة. وقف يا عمي، عم فهمك غلط. أخي يو يبعث لي تأسف. شو هاد؟ شو تأسف وما تأسف؟ إن شاء الله لا تأخذني جارنا، ريتها إيدي انكسرت قبل ما أشلفك على ظهرك بالمقشة. يبعث لي ميت. بسيطة بسيطة ولا يهمك. تبيك عزف ماما انت الثاني؟ روح روح عم روح. يلا كسر راسك، لا تاخذني جارنا مشان الله. ماشي تعال يلا كسر. صباح الخير استاذ راضي. اوف اوف اوف، ضو السياره مكسور، مين كسره؟ دخيل عينك لا تاخذني، انا اسف كثير وخجلان منك. انت اللي كسرته؟ غصبا عني، كنت عم دور بسيارتي وعلى ما يبدو ما كبرت كوعي كثير، قمت نكشت لك الضو نكشه صغيره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استاذ راضي انا بكرر اسفي مره ثانيه. بسيطه جار بسيطه ولا يهمك، حصل خير. يعني سامحتني؟ يا سيدي سامحتك، شو بدي ساوي لك انا؟ علق مشنقتك؟ سامحتك سامحتك بقلبي الكبير. الشغله مو محرزين حكى فيها. يا عيني عليك، شو انسان شهم وقلبك ابيض مثل دمعه المطر. خاطرك شاب. الله معك حبيبي، الله معك، مهون ان شاء الله. يا لطيف شو انسلق بدني لما سفقت جوزك على ظهره بالمقشه. عم قلك حسيت الارض انشقت وبلعت. شو يعني ما كنتي شايفتي؟ ما كنت شايفه حدا قدامي، لانه هالمغضوب ابني كان عاميلي على قلبي عمي من برادته وفعايله الناقصه. ولا يهمك حبيبتي، بسيطه، حصل خير. بدك الصراحة، أنا لما شفت المقشة طجت بظهر جوزك الأستاذ راضي قلت لحالي رح يهجم علي وياكلني بلا ملح، لأنه مو قليل منه واحد طالع من بيته بأمان الله من على بكرة الصبح يتصبح بمقشة عم تطجله ظهره طج. معك حق، مو قليلة أبداً. إيه بس ريته ما يبلع على هالأكابرية. الله وكيلك بيحط راسه بالأرض مثل الغنمة ولا حكى كلمة واحدة برات الطريق. تعرفي شو قال لي؟ قال لي معلش جارتنا حصل خير، ولكأنه مسفوق على ظهره بالمقشة. صحيح، لأنه راضي بالعادة مسالم كتير ونادراً ما يعصي. يعني قلتك بيكون الأستاذ راضي زعل مني شي؟ لا ليش لحتى يكون زعل، لا ما زعل. بتعرفي راضي كتير قلبه أبيض وهيك نقي مثل حبات المطر. الله يخلي لك يا، بالفعل قلبه أبيض والحمد لله وألف الحمد لله أنه أجت المقشة على ظهر جوزك ما أجت على رأس حدا تاني من الجيران. والله كان عمل لي فضايح إلها أول ما إلها آخر. شفتي؟ شفتي قديش حظك حلو؟ اشربي قهوتك اشربيها. يخلي لك يا إلهي. أنا سيرهاف، ناوليني مخطط الأساسات الرئيسي تبع بناء الشركسية لو سمحتي. ليش مو عندك على الطاولة؟ لا مو عندي، مو امبارح طلبتي مني لحتى تشوفي التعديلات؟ إيه صحيح، تركت لك يا هون. تفضل أستاذ. تسلمي يا أستاذ. عمى شو هاد؟ رهاف؟ معقول؟ خير استاذ في شي؟ شو خير؟ مو شايفة هالبعة يلي بنص المخطط؟ ايه مبلا شايفتها. منين اجت هالبعة؟ انا اسف كتير استاذ، مبارح لما كنت فاردة المخطط على الطاولة اندلق عليه فنجان القهوة. اندلق الفنجان على المخطط؟ يعني ما حليلك تشربي قهوة الا فوق المخطط يا رهاف؟ لا تأخذني استاذ، فعلا انا اسف كتير. ماشي الحال، مو مشكلة، ما رح أعملها قصة، بس بهالصورة رح أضطر أرسمه من أول وجديد. يلا أستاذ، تتسلى في على مهلك. بتسلى في على مهلي؟ ولك تسلمي لقلبي يا حق، شو إنك فايقة ورايقة يا رهف؟ قال بتسلى في قال.
هو الحق معك ها، لانه انا فاضي اشغال وناقصني شويه تسلاي. على كل حال ايمي من وشي هلا، لانه ما راح اقدر اشتغل فيه الا بعد رجعتي من ايطاليا. صحيح استاذ، امتى بدك تسافر على ايطاليا؟ هو المفروض الاحد الجاي، بس والله ما بعرف ليش ما حجزوا لي لحد هلا. وليش هيك مبردين قلبهم؟ المفروض يحجزوا لك قبل بوقت لحتى ما تروح عليك الدوره. ايه والله يا رهف معك حق، لازم يسرعوا الاجراءات اكثر من هيك. طيب ليش ما بتفوت لعند المدير وبتتابع الامور بنفسك؟ فعلا مو انت اللي قلتي، ليش ما بفوت لعند المدير؟ اذا حدا سال عني انا عند المدير. حاضر استاذ. ومين قال لك انه نحن مقصرين؟ الحجز خلص مشي حاله، وثبتنا لك يا يوم الاحد الساعه 5 على الطياره السوريه. عظيم كثير استاذ، بس صدقني ما حدا بلغني. شلون ما حدا بلغك؟ مدير الشؤون الاداريه والقانونيه ما خبرك؟ خبرني بشو استاذ؟ الحقيقه يا استاذ راضي، صار في مستجدات بموضوع البعثه. ما فهمت عليك، مستجدات شو؟ يعني بصراحه نحن بدنا نعتذر منك. عفوا؟ تعتذروا عن شو؟ عن البعثه. والله ما فهمت. يمكن انصطم فهمي. شلون يعني تعتذروا؟ ولا يهمك استاذ راضي، راح افهمك. نحن بالمؤسسه يا استاذ راضي في عنا اعتبارات خاصه وبتعرف هالشيء، وفي عنا مقتضيات عامه تعتمد الاولويات، ولحتى نقدر نوازن بين هالاعتبارات الخاصه والمقتضيات العامه بطريقه ما تخل باستراتيجيه وسياسه الشركه، نضطر احيانا لاتخاذ بعض الاجراءات والتدابير الفوريه. استاذ بترجاك اعطيني من الاخر، لانه بصراحه انا بضوج كثير من المقدمات الانشائيه. اوكي اوكي مهندس راضي، راح اعطيك من الاخر. يا سيدي بصراحه نحن عفيناك من هالبعثه ورشحنا بدالك الاستاذ مصعب. عفيتوني من البعثه؟ شلون هيك؟ هيك هذا اللي صار. بس انا جهزت حالي وحكيت قدام الناس اني مسافر على ايطاليا وبنيت امال كبيره على هالبعثه، وبصراحه اكثر صرت شوفها بمنامي يا استاذ. بعدين الاستاذ مصعب يعني مع احترامي الشديد له، ما له مهندس ولا بطيخ مبسمر ولا ما يحزنون، يعني الاستاذ مصعب خريج مكتبات ودوره ايطاليا يا استاذ، دوره فنيه هندسيه بحته. معلش استاذ معلش، نحن بنعرف هالمعلومات هي، ما في داعي تعيدها وتفتها قدامنا. ومثل ما قلت لك نحن عنا اعتباراتنا الخاصه. يعني ما في مجال تعيدوا النظر بهالقرار استاذ كرمال خاطري. اسفين كثير يا راضي، ما في مجال منه، لانه نحن عنا اعتبارات خاصه. اوكي استاذ خلاص ما في مشكله، يعطيكم العافيه. الله معك. شو اسفين كثير ما اسفين كثير؟ وين بتنصرف هاي؟ ما بعرف، يمكن ببنك الاعتذار العالمي. يعني طارت البعثة؟ اي نعم يا ستي، طارت وما حدا سمع عليها. ألو نعم. أهلين، أهلين وسهلين. نعم. شو هالحكي؟ طار المدير؟ أوف 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 على الخبرية. وإمتى طار؟ أيوة فهمت عليك. وينه هلا؟ بيت خالته؟ كمان؟ العمى معناها القصة كبيرة كتير. وينك؟ الله يرضى عليك، شو بيصير تطورات؟ بالتفصيل بتخبرني اياها وبسرعة. ايوه. ايه ايه ولا يهمك، رح أضل جنب التليفون. ايه. الله معك، مع السلامة. خير شو في؟ طار المدير وهدى بغرفة السجن بعدرا، والدنيا مقلوبة فوقاني تحتاني بالشركة وأنا مدريان كأني على البركة. ليش شو صاير؟ قال التفتيش كامش عملية اختلاس كبيرة عنا بالشركة، هيك قالوا. أوف، مينو هذا المختلس بقى؟ قال مبدئياً توقف المدير ومعاونه وأربع موظفين كبار رهن التحقيق، ولسه الحبل على الجرار والقوائم تلي تباعاً. معناها الشغلة كبيرة كتير. إيه والله يا ناهدة، هيك يبدو. وأنت؟ شو بني أنا؟ حبيبي، أوعى يكون في عليك شي ها؟ أنا؟ ليش شو دخلني أنا؟ عم قل لك قضية اختلاس، بقى من ايمتى كنت انا مد ايدي على مال الناس واختلس؟ إيه انا اذا مرقت قدامي بنت حلوه ما بختلس النظر. لك لا، بعرفك ما بتختلس، بس ليقوموا يلزقوك شي تهمه يروحوك فيها.
وليش لحتى يلزقوني بقى؟ لانه فاحت الريحه بشركتكم والصالح رح يروح بين رجلين الطالح. لا لا ما بظن. شو هالحكي؟ لا تقمطي لي قلبي، انا بعيد تماما عن كل هاللغوصات. يو مين هو هادي اللي رح يجينا بهالوقت؟ مين يعني؟ ابو حسان الناطور، يمكن ما عجبوه القمصان. مرحبا. اهلا وسهلا. هون بيت المهندس راضي منتاج؟ اي نعم، هذا هو بيته. حضرتك؟ اي نعم حضرتي، انا راضي ملتاش. يا ريت تشرف معنا لو سمحت. لوين بتشرف؟ لوين بده يشرف؟ استاذ راضي انت موقوف، فيا ريت تشرف معنا وبدون اي شوشره بيكون افضل. موقوف؟ انا موقوف؟ شو عم تحكي انت؟ اكيد في غلط بالموضوع يا اخ، لانه بيت ملتاش كتار الحق بايده. استاذ راضي قلنا لك بدون شوشرة لو سمحت. يا أخي أنا مهندس بشركة البناء ومالي مشاكل أبدا، تعدمني يعني تعدموني إن شاء الله. أستاذ راضي أنت موقوف بقضية بتخص الشركة، فياريت تشرف معنا. هلأ ولا في معي وقت؟ لا ما معك وقت. الله يرضى عليك ناهدة، اتصلي لي بالمحامي خليه يلحقني. المحامي بده يلحقني. لوين؟ شو العنوان؟ تقبرني خلص لا تاكلهم، روح انت وانا بتصل فيه، بعت لي حمى عليك ان شاء الله. طيب ايش من نروح؟ سيارتنا سيارة الدورية. سيارتي مو اقدر لي؟ والله اقدر لا لانه سيارتي. شو هذا الله يهدم علي اهلكن عليه. رحتي زرتي اليوم امي؟ اي ماما رحت. وشلون لقيتي؟ ان شاء الله اطمنتي عليه. لا والله ما اطمنت عليه. ليش امي؟ شو في خير؟ لانه راضي معنوياته تعبانه كثير. ليكون يا ناهدة مخبص له شيء تخبيصه ونحن مالنا حاسين. شبنا امي ما لقيتي غير راضي يخبص. إلا كان ليش لهلا حابسينه؟ هي بالحساب رح يصير له شهر. ما هو هذا اللي رح يجننه، صار له شهر موقف لحد هلا ما سالوه ولا سؤال. فعلا شغله غريبه. ما عرفتي ليش موقف لهلا؟ قال مشان قضيه الاختلاس اللي صارت بالشركه. يعني هو له يد فيها؟ منين يا حسرة؟ لا له ايد ولا له رجل. بعدين شبنا امي؟ انتي ما بتعرفي لراضي؟ راضي بيمشي الحيط الحيط وبيقول يا ربي السترة. لا تأخذيني يا امي، يعني والله هالشغلة بتخلي الواحد يروح فكره شمال ويمين. طيب طالما ما له يد فيها، ليش موقفينه لهلا؟ قال لأنه لسه ما اجى دوره بالتحقيق. القضية كبيرة كثير وموقف فيها شي 15 موظف. لا حول ولا قوة إلا بالله. منين اجتكم هالمصيبة؟ ما بعرف. والله خايفة يورطوه شي ورطة أو يلزقوه شي تهمة ماله فيها. إلا أنت التانية مو لهالدرجة. يلي بيقصده أمي إنه راضي ماله ولد صغير وبيقدر ينفذ حاله من هالقصة ويطلع منها مثل الشعرة من العجين. يا حسرتي عليك يا راضي، ما بيكفي إنه طارت باسة إيطاليا كمان اللحش بالسجن. أنا ما عم بفهم ليش هيك عم تعكسوا الأيام. أدخل. تفضل تفضل. تا شكرا يا سيدي. شرب مي برياك شوي. الله يعزك يا سيدي. يسلموا ديادك يا سيدي. اهلين. ايه سيد راضي من اولها؟ مروا سيدي انا جاهز. بدنا اياك تكون متعاون معنا بالتحقيق، يعني ما تخفي ولا معلومه، فهمان شو عم بقلك؟ انت شاب مثقف وفهمان وبالنهايه بتعرف صالحك. انا جاهز يا سيدي، بس بصراحه لحد هلا ما عرفت شو تهمتي. شو تهمتي انا سيدي؟ شو هالحكي؟ لهلا ما بتعرف شو تهمتك؟ سم الموت يا سيدي، الله لا يعرفني بحكمي اذا كنت بعرف، والله ما بعرف. راضي ملتاش، راضي ملتاش، راضي ملتاش. هي راضي ملتاش مكتوب جنب اسمك هون 3,168,450 ليرة. عفوا شو هدول سيدنا؟ شو هدول؟ عم تغشم حالك يعني؟ هذا المبلغ اللي مختلسه. أنا مختلس 3 ملايين سيدي؟ 3,168,450 ليرة. والغريب بالموضوع انه ما في معلومات لا ضدك ولا معك بهالادبار، يعني ادبارتك فاضي. عفوا يا سيدنا، بس ممكن اعرف منين اجى هالرقم؟ يعني بناء على شو عم تتهموني هالاتهام؟ بدك الصراحه
كمان انا مستغرب مثلك. قلي لي شوف قدي صلك موقف عنا؟ شهر واربعة ايام يا سيدي. بسيطة بسيطة. الو الو، احترامي سيدي. طبعا طبعا شغالين فيها قضية سيدي. وبالنسبة للمهندس راضي ملتاش، اسمه مكتوب عندي وجنب اسمه في رقم المبلغ اللي مختلسه، بس نتيجة التحقيق والتدقيق ما طلع بإدبارته ولا معلومة. ممكن تكون سيدي يعني الإدبارة ناقصة. معكم سيدي. أيوة سيدي. معقول سيدي؟ ما في شيء أبدا؟ كيف صار هيك؟ طيب طيب سيدي. لا بس هو صار له موقوف عنا شهر وأربعة أيام. طيب 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 أنا رح أتصرف بالموضوع. مع السلامة. احترامي سيدي، مع السلامة. فعلا شيء غريب. شو هاد؟ في حرف ممحين جنب اسمك. عفوا قديش رقم تليفونك؟ 368450 سيدي. هي بينت الخربطة، نفس الرقم تمام. عفوا سيدي ما فهمت عليكم. استاذ راضي الرقم مكتوب جنب اسمك هو رقم تليفونك، ونحن فكرناه المبلغ اللي انت مختلسه. ايه وشو يعني؟ يعني الف مبروك، ما طلع عليك شيء ابدا، انت براء. براءة؟ والأربعة وثلاثين يوم يلي التحشت فيهم بالسجن يا سيدي؟ لحنا آسفين يا أستاذ، وانت مثل ما لك شايف هذا خطأ بسيط دخيلك لا تواخذنا، وانت مثل ما بتعرف انه هيك قضية بيحصل فيها أخطاء كتير، وما حدا معصوم عن الخطأ إلا الأنبياء، وانت ما شاء الله حولك يعني شاب مثقف وأكيد رح تقدر الموضوع. بس فظاع على النفي، رقم تليفون خلانا نوقفك بلا طعمه. شايف على النهفة؟ شايف ما أحلاها؟ أستاذ بإمكانك هلأ تروح على بيتك، لحنا أطلقنا سراحك، وأنا بكرر اعتذاري وأسفي الشديدين مرة تانية. لا بسيطة يا سيدي، حصل خير، مو مشكلة. أنا طول عمري يا سيدي متسامح جدا وقلبي أبيض مثل نقطة المطر. على كل حال كسبنا معرفتك. أنا يلي تشرفت بمعرفتكم، فرصة سعيدة كتير يا سيدي. يا أهلين وسهلين، بزورنا ها، لا تغلط. لا ما بغلط إن شاء الله، بزوركم، إن شاء الله بزوركم. تفضل حبيبي. يسلم وديات إن شاء الله. صحتين وهنا. هبات لي حمى لدعت لسانك، ما سخني عليها سخني. لا 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 مو لدعت لساني، بس ما بعرف طالع لي حبة صغيرة براس لساني تحرقني كتير كل ما بشرب شي سخن. من امتى طلعت لك الحبة؟ من وقت ما كنت موقوف من غير اليوم. لا يا راضي الله يصلحك، ليش ساكت لهلأ؟ ما تورجي لشي دكتور. معك حق فعلا، ما عاد ينسكت عنها أبدا، من بكرة لازم شوف دكتور. مد لسانك لشوف. ضب لسانك. من امتى طلعت لك الحبة؟ يعني بدك تقول من شي 20 يوم تقريبا. وليش ساكت عليها لهلا؟ الحقيقة أنا لما كنت ببعثة بإيطاليا. ليش ما راجعت طبيبك هنيك؟ قلت أخصائيين أورام بإيطاليا؟ نعم أورام. أستاذ راضي أنا رح أستعمل معك الصراحة على الطريقة الأمريكية، والمصارحة بين المريض وطبيبه صارت واجبة هالأيام. ليش؟ خير في شي دكتور؟ انت معك ورم بلسانك. ورم بلساني؟ اي نعم، وفي احتمال 95% يكون هذا الورم خبيث. شو هالحكي؟ ورم خبيث؟ معلش استاذ راضي، انا من مدرسة الاطباء اللي ما بيحبوا يخفوا شي عن مريضهم، يعني المريض لازم يعرف حقيقة مرضه لحتى يعرف يتصرف على اساسه. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب شو الحل دكتور؟ ما في علاج لهالحالة؟ انا برايي نستأصل هذا الورم الصغير قبل ما ينتشر ويصير كبير يعني ويخرج عن نطاق السيطره. شو شو بدنا نستأصل؟ شقفه من لسانك. بدك تقص لي لساني؟ مو كله، شقفه صغيره بس. بس يا دكتور لسان هاد لك لسان، مو اي شيء ثاني، مو مسخره، يعني اي شقفه بتنقص منه بجوز تاثر على نطقي دكتور.
هو بصراحة أنا ما بخفيك النطق ممكن أنه يتأثر، ولكن تحت ضغط مصلحتك لابد من عمل جراحي، وإلا رح ينتشر المرض بكل حلاك. ساعتها أنت المسؤول عن هذا الشيء. إمتى بتحب حدد لك موعد العملية؟ والله يا دكتور ما بعرف حدد. لازم تعرف. أصبح حدد أنت دكتور، حدد. الثولي الثاني يا ناهدة، شفتي شو عملوا فيه؟ ما عاد طلع معي حس السين ولا بسكل من الأسكال. بكرة كل الناس بالسارع بتصير تتمسخر علي. طول بالك حبيبي، طول بالك، بعدين قول الحمد لله يلي هيك مو أكتر. لسو كان بده يصير أكتر من هيك يعني؟ يقصوا لي لساني كله؟ هات يلي كان ناقص والله. لك لا حبيبي مو هيك قصدي. خلاص حافي بقى يا حافي، عرفت شو قصدك. على كل حال أنا بدي روح شوف الدكتور هلأ. بدك تسي مني؟ اليوم رح تطلع نتيجة التحليل؟ اليوم رح استلم النتيجة، وبعدين منها بدي روح رافع الدكتور. رايح البس ثيابي، يلا سلام. تفضل استاذ راضي، هاي النتيجة. طمنيني الدكتورة ثوثان، شو طلعت النتيجة؟ الحقيقة أنا مستغربة شوي. وليش مستغربة دكتورة ثوثان؟ يعني أول شيء نتيجة التحليل سلبية تماماً. سلبية؟ شلون سلبية؟ تاني شيء هو الأهم، إنه ما في أي ورم بلسانك من أصله، لا سليم ولا خبيث. لا سليم ولا خبيث؟ شو كان معي لك؟ يلي كان معك أستاذ راضي نوع من الفطور، يعني كان ممكن يتعالج بالأدوية، وما كان في داعي أبداً للعملية. شو هالحكي دكتورة ثوثان؟ يعني كان ممكن طيب بدون ما يقصوا لي لساني؟ بدون ما يقصوا؟ على كل نتيجة التحليل بتأكد هالشي. فظاعة على هالغلطة. أنا أول مرة بحياتي بتعرض فيها لهيك موقف. الحقيقة أنا ما كنت متوقع هيك نتيجة أبداً. شو يعني؟ يعني كلام الدكتورة سوسن بوراي مظبوط، صار في معنى خطأ بالتشخيص. بقى دخيل عينك يا أستاذ راضي، لا تأخذني، أنا آسف كتير. آسف كتير؟ لك شو فائدة الأسف بعد ما نقص لساني؟ وين بينصرف هذا الأسف تبعك؟ يا أستاذ راضي مساح وشك بالرحمن، يعني الدكتور كمان إنسان وبيغلط، وأنا بجلالة قدري عم اعتذر منك أطلب السماح. ولك حازي اعتذارات بقى حازي يا شو يعني؟ إذا كنت أنا متسامح وقلبي أبيض بتركبوا على ظهري لسه، وين ما رحت؟ آسفين الزارة استفقتني بالمقسة، آسفين المهندسة سفحة القهوة على الرسم الهندسي تبعي، آسفين سحبوا مني البعثة، آسفين حبسوني بالسجن سهر زمان من دون ما يسألوني سؤال واحد، آسفين قصيتولي نص لساني، آسفين. وبعدين بقى يا وبعدين شو آخرة الأسف هاد؟ شو آخرة الأسف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر زغلي آسفين بسيطة بالسبب سوات يا عزوم سوات. العمى في قلبك العمى، لكن تحملونا ولك شو ضربك على خربك ولا ها؟ آسف يا سيدي آسف، قلنا لك آسف يا سيدي. أنا آسف كثير.